أكو زيارات كثيرة من تركيا إلى العراق، وخصوصا بالآونة الأخيرة حيث كان هناك التقاء رئيس الوزراء مع العراقي مع وزير الخارجية التركي، اللي أسهم من أنه راح يكون هناك لجنة مشتركة تكون هناك بها مناقشة بناءة، إضافة إلى مصالح المتبادلة. هذا كله يخلينا بتساؤل على الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأنه إحنا شو ممكن نحول ملف المياه من فني دبلوماسي إلى سيادي بالمحاورات والمباحثات التركية. حقيقة بداية يعني أثنى على المقدمة الواقعية اللي قدمتوها، وأكيد قطاع الموارد المائية من أهم قطاعات الحياة، ومؤسسات الحكومة وإدارة المياه مؤسسات اتحادية لها أهمية هذا الموضوع. فيما يخص يعني حتى نعرف أهمية يعني دول الجوار المائي للعراق، أن أكثر من 70% من إيرادات العراق تأتي من خارج العراق، من تركيا ومن إيران ومن سوريا، هذه دول يعني حسب التسلسل. الزيارات اللي أو يعني على الرغم من العمر القصير لهذه الحكومة اللي ما بين 9 إلى 10 أشهر، هنالك يعني عمل كبير قامت به هذه الحكومة، ملموس وواضح، والإعلام أيضا الإعلام الوطني الحرف القناة الكريمة والقناة الأخرى الباقية قدم يعني نشاط كبير وصل الضوء على هذا الموضوع. أول زيارات الأولى هي كانت زيارة دولة الرئيس إلى رئيس الوزراء إلى الجمهورية التركية، ولقاء بالرئيس التركي كانت يوم 22 و 23 من آذار الماضي. وبالتالي على أساس هذه الزيارة ضاعفت إطلاقات دجلة، وصلت إلى 500 متر مكعب بالثانية، واستمرت الإطلاقات لمدة 35 يوم. ساعدتنا بأمر المهم، الأمر الأول هو تعزيز الخزين الاستراتيجي في سد الموصل، وبالتالي الخزين ازداد بنسبة 35% عما كان عليه ب1/11 بداية الموسم الشتوي. وأيضا ساعدتنا بعدم دفع إطلاقات إضافية والاعتماد على مياه الأمطار اللي كانت. هذا صار أكو انعاش بالواقع الزراعي وأحواض تربية الأسماك، كلها احنا لاحظناه بهذه. نعم، الموسم الشتوي كان موسم ناجح بامتياز بفعل هذه الإطلاقات. أيضا يعني الوفود اللي الفنية بالمناسبة يعني العبارة اللي ذكرتيها هي العبارة دائما احنا يعني نتداولها يعني الوزارة، هي تحويل هذا الملف من ملف دبلوماسي وملف يعني فني إلى ملف سيادي. هذا هو الانتقال المهمة اللي أسهمت فيها هذه الحكومة، ويعني دولة رئيس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية معالي وزير الموارد المائية يعني سوى سفرات كثيرة وزيارات كثيرة إلى سوريا وإلى إيران وإلى تركيا، وبالتالي هذه أسهمت في تحريك هذا الملف. من نتكلم عن ملف سيادي معناه نتكلم عن الجانب الفني، عن الاقتصاد، عن السياحة، عن الزراعة، عن الإعلام، عن الأمن، عن كل المعطيات المرتبطة بالواقع المائي. حتى نعرف أهمية الأمن المائي، الأمن المائي هو أحد أهم مرتكزات الأمن القومي للبلد. لا يوجد أمن قومي أي بلد ما لم يكن هناك أمن مائي. الأمن المائي هو أحد مرتكزات الأمن الغذائي، مرتكزات السلم المجتمعي. شوف الإعلام الوطني والإعلام الحر مثل القناة الكريمة صلى الله على هذا الموضوع منذ أشهر ومستمرين، لا يكاد يكاد يخلو يوم إذا ما نلاحظ مشكلة المياه هي موجبة لها. وبالتالي هذا الأمر أعطى يعني زخم لي حتى الفريق المفاوض العراقي بهذا العمل. نعم.